سلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بألف صحة وعافية، ويلقاكم لا فيديو ديالي وانتم في أحسن الأحوال. ولي أول مرة غادي تشوف القناة ديالي كنقول لها مرحبا بك، ما تنسيش تنضمي للعائلة ديالنا وتضغطي على الجرس باش توصلي بجديد الوصفات. وحتى نتوما الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات، وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل اللي تعم الفائدة. وبالنسبة لفيديو ديال اليوم غادي نقترح عليكم فيه بسبوسة أكثر من رائعة، بسبوسة اللي كتجي معلكة ولذيذة وكتدوب في الفم وشاربة السيرو ديالها، وغادي نقدمها لكم بلا بيض وفيها مزيج ما بين السميدة والدقيق الفينول اللي كيعطيها واحد التعليكة وواحد الهشاشة اللي كتجي رائعة. غادي نخليكم مع الفيديو نتوما تكتشفوا المقادير والطريقة وفرجة ممتعة. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو كاس ديال عصير الليمون، كاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر الخشن او سنيده، نص كاس ديال الحليب، 4 المعالق كبار ديال الكوك او جوز الهند، 80 غرام تاع الدقيق الفينو، 250 غرام تاع السميده الخاصه بالحلويات اللي كتكون رقيقه، يعني السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات 250 غرام، جوج معالق كبار ديال الماء زهر، جوج ساشي ديال الخميره او بيكين باودر من وزن 7 غرام، وساشي ديال الفاني من وزن 7.5 غرام. هادو هما المكونات اللي عندنا. غادي ندوزو دابا للطريقه. غادي ناخذ الليمون نضيف عليه الزيت والسكر والحليب، ساشي ديال الفاني، ونضيف عليهم شويه ديال الملحه. نخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا ليا ويذوب ليا السكر يذوب في هاد المكونات. من بعد غادي نضيف عليه الماء زهر والكوك ونعاود نخلط مزيان. غادي نبدا نضيف في السميده ديالتي كامله، غنضيف عليها جوج ساشي ديال الخميره، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. وغادي نبدا نضيف الدقيق القمح بشويه بشويه على حسب نوعيه تاع الدقيق. انا هز ليا القياس اللي عطيتكم كامل كيف كتشوفوا، جاتني هي هذيك. البسبوسه ديالتي واجده، غادي نجيب المول تاعي فاش غادي نفرغها. من بعد ما خديت اختاريت انا هذا المول الدائري، دهنته بشويه ديال الزيت ورشيت عليه السميده رقيقه كيف كتشوفوا،
فغادي نفرغ فيه الخليط. من بعد ما وجدت البسبوسه ديالتي غادي ندخلها للفران طيب، الفران اللي سخنته انا من قبل، غادي نديرو على درجه الحراره 180، غادي نشعل عليه من التحت حتى طيب ليا البسبوسه وتنفخ وتبان لي من هاد الجناب هنا بدات كتحمر. صافي غادي نشعل على الفوق باش تاخذ واحد اللون اللي هو مذهب، ونتلاقى معكم باش نعاودو نكمل المراحل ديالها. ومن بعد ما دخلت البسبوسه للفران كطيب، جيت دابا باش غادي ندوز ليها. ومن بعد ما دخلت البسبوسه للفران كطيب، جيت دابا باش غادي نوجد ليها السيرو او القطر اللي غادي نسقيها به. درت هنا كاس ديال العنبه ديال السكر الخشن سنيده، درت عليه جوج كيسان ديال الماء بنفس الكاس اللي عبرت به السكر، درت جوج ديالو ديال الماء، وغادي نضيف عليهم طريفات ديال قشور ديال الليمون، ممكن ديروا الحامض، انا بغيت نسمها كلها بالليمون، يعني مشيت في درت فيها الليمون وبغيت حتى السيرو تاعها نسقيها يكون فيه مذاق تاع الليمون. صافي غادي نخليها طيب حتى حسب واحد السيرو اللي كيكون شويه ثقيل، وغادي نحطو على جنب يبرد بما خرجت البسبوسه ديالتي من الفرن. والبسبوسه البنات بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا المقطع البنات انا غتقطع ليا ديال والبسبوسه البنات بعد ما طابت وتحمرت ليا خرجتها من الفران. كيف كتشوفوا زينتها هنا بحبات ديال اللوز. ويلي والبسبوسه تاعتي بعد ما طابت البنات وخدات هذا اللون اللي هو مذهب، فخرجتها من الفران وهي سخونه. غادي نسقيها بهذا السيرو او القطر، غادي نسقيها مزيان باش تشربوا ليا مزيان. غادي نخوي عليها هكايا باش تجيني شاربه هذا السيرو. كيف كتشوفوا البنات خويتها، وكيف كتشوفوا البنات من بعد ما سقيت البسبوسه ديالتي بسرعه كتشرب ليا داك السيرو. غادي نخليها دابا ترتاح حتى تبرد ليا مزيان واحد نص ساعه بحال هكاك ما بردات مزيان، ومن بعد غادي نديرها في طبق التقديم باش نوريكم الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي. صراحه كتجي رائعه وكتجي لذيذه. صافي غادي نخليها حتى تبرد ونتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. ومن بعد ما خليت البسبوسه ديالتي غير نص ساعه، يعني ما خليتهاش واحد الوقت اللي هو طويل بزاف، فكتجيها بهذا الشكل هذا. نتوما الى عندكم الوقت من الاحسن خليوها قد ما بقات في الثلاجه ولا باتت ليله كامله، فكتجي رائعه، كتجي شاربه العسل ومعلكه من الداخل وكتجي لذيذه. انا هنا كنت صايمه وباغا نفطر فخليتها غير نص ساعه، ولكن جات رائعه البنات، جات لذيذه ومعلكه من الداخل وكتذوب في الفم، مذاقها اللي كيجي غزال بزاف. وما تقولوش بان فيها خليط ما بين السميده والفينو، ما كيجيش باين نهائيا، كتجي كلها سميده. كيف شفتوها بسبوسه اللي هي اقتصاديه بلا بيض وبمكوناتها اللي بسيطه ومتوفره في كل بيت، كنحصلوا على واحد البسبوسه اللي كتجي رائعه. وبالنسبه للبنات المقطع انا فاش تراسيتها بالسكين ودرت فيها حبات ديال اللوز فتحذف ليا من البورطابل ما لقيتوش. المهم طريقه سهله، ملي كتقرب تكمل طيابها كتخرجوها من الفران وكتراسيوها هكا بسكين مكعبات مربع ولا معين على حسب اللي بغيتو نتوما، وكديروا فيها حبات ديال اللوز اللي كيكونوا هكا كصينين، كتحاولوا تهرسوهم هكا في الوسط وكتعاودوا تدخلوها الفران باش تكمل الطياب ديالها. بسبوسه اللي كتجي اكثر من رائعه، كنتمنى باش تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. واذا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسوا من اللايكات والتعليقات وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل اللي تعم الفائده. ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله.